لكم يا جدعان عاملين ايه النهارده؟ انا بعت كل حاجاتي حرفيا بسبب ان ده اخر يوم في المترو، والفلوس اللي جاتت لي دي هفتح بيها طبعا صناديق، مش هسيبها لحد ما المترو يختص وكده. فهنتخش عند السوق ونروح عند حزمة السحب ونفتح بقى صندوق ليفل 6. يلا هنفتح 3 صناديق ولا نفتح صندوق؟ طيب بصوا، هنفتح صندوق وبعديها طيب 1 2 3. ايوه نشوف اللي هيطلع. دي العيون المشتركين. ايوه يلا بقى يخلص. اولا اولا يا جدعان، يعني حظكم رهيب. تمام هنفتح بقى المرة دي 2 فتحات. دي العيون اللي لسه مشتركين. ماشي ماشي خلاص تمام نعديها. تمام هنفتح بقى هنا 4 صناديق. تعالوا بس نبيع حاجة، نبيع خوذة 6 ودرع 4. هنخش بقى ونفتح ال4 صناديق الأسلحة المرقة. يلا دي بقى العيون اللي عملوا لايك. تمام دي العيون اللي عملوا لايك. يلا يا جدعان 1 2 3. افتح بتاعت مادة الطلب، افتح يلا ورينا. ماشي خلاص كده كده مش ههتم لان ده اخر يوم. تمام هو طلع فيكتور كوبرا وكيوبي زد واس كيس وفيكتور تاني ايو جي، قصدي اتلخبط من الكيوبي زد والايو جي. بص يا جدعان بقى الفيديو هنا خالص، ف ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وسلام.